السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كيف بقيتوا؟ على خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه جديده، وصفه العنايه بالشعر. هنايا عندي ثلاثه ديال الوصفات وانا كنستعملهم. عندنا هنايا حبه راس كيف ما كتشوفوها، راني قبضتها وسخنتها في المقله. عندي هنا عود نوار، قرنفل راه غني على التعريف، ما كاينش شي واحد ما يعرفش القرنفل. خديتو غير هكا. وهنا عندنا زريعه ديال البصله، حتى هي حمرتها في واحد المقيله. هذه غادي نطحنها في المولينكس، وهذه غادي نطحنها في المولينكس ونرجع لكم. ودابا بعد ما طحنا حبه راس ديالنا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذه الوصفه بالنسبه للبنات اللي صابغين شعرهم راه ما تصلح لهمش، حيت راه كتكحل الزغبه. كنقولها ونعاودها، البنات اللي صابغين شعرهم ما تصلح لهمش هذه الوصفه حيت كتكحل الزغبه. وحتى زريعه ديال البصله ما ننصحكمش، اللي صبغه شعرها ولا اللي ناويه تصبغو ما ديرش زريعه البصله وما ديرش حبه راس. ها نتوما طحنتهم مزيان لينتهم على هذا الشكل وصافي. في مقله خدينا القياس ديال هذه القرعه ديال الزيت بلديه، من الاحسن ما تكونش فيها الملحه، حنا عندنا راه ما فيهاش الملحه. غادي نزيدو عليها حبه راس، غادي نشعلو عليها البوطه ونخليوها حتى تبدا تغلى. اون فوا تبدا تغلى تشوك نطفيو عليها. دابا شعلنا عليها غنبقاو نحركو حتى تطلق الكشكوشة. ها هما كيف ما كتشوفوا راها بدات. شتوها هي بعدا.
وصافي دابا طفينا عليها. البنات هاد الوصفه ديال حبه راس خاصنا نخليوها في القرعه 3 ايام حتى 4 ايام ما حيتاش غلا الزيت. حاجه واحده اخرى فاش كنديروها في الشعر كنخليوها 3 السوايع حتى 4 السوايع بالنسبه للبنات اللي شعرهم رطب يحركوا القرعه ويهزوا ويشقوا بها شعرهم. بالنسبه للناس اللي شعرهم حرش غنقبطوها ليله قبل بحال دابا غندوشوا لغد ليه في الصباح غادي في الليل نهزوا شويه ديال الزيت ديالها الفوقاني وغادي ندهنوا جدوره ديال الشعر من التحت ندهنوهم مزيان ولغد ليه عاد ندهنوها شعرنا كامل وندخلوا ندوشوا. راه حتى الشعر كترجعوا رطب ما كتخليهش ديما مشوك. ودابا الوصفه ديال عود النور او القرنفل غناخذوا الزيت في شي كاسرونه وغادي نضيفوا ليه عود النور غنخليوه غير يسخن ماشي غلا. بارك عليه وانطفيو على الماء ولينا هكا. دابا طفينا عليه كيعطي واحد الريحه غزاله للشعر. البنات عود النور خليناه غير على ما سخن غير يطفى ما خليناهش غلا. غادي نخليوه في القريعه وغادي نبداو نشقو به. بالنسبه لعود النور فاش نجيو ندوشو خاصنا ندوشو بالماء يكون دافي راكم عارفين عود النور كيكون سخون. وفاش نخرجو من الحمام نخرجو بالفوطه نخليوها شي نص ساعه نشفوه ونديرو له دريره حتى راه سخون الجلده ديال الشعر. حاجه واحده اخرى بالنسبه انا اختي شعرها طويل تبارك الله كتقبض فاش كتجي دوش كتاخد جوج معلقات من زيت القرنفل جوج معلقات من حبه راس جوج معلقات من زيت الزنجلان جوج معلقات من زيت اللوز الحلو كتخلطهم كاملين وكتشققهم لشعرها وكتخليهم واحد نص ساعه حتى لساعه الارب وكتغسل كيعطي واحد النتيجه رائعه للشعر. وحاجه واحده اخرى اضافيه فاش يتسلى لنا هذا الزيت على القرنفل يكفي بان نزيدوا عليه زبيده واحده اخرى تكون دافية وصافي ونبقاو نشقو به شعرنا. الصراحة الله هادو راهم غسلان الشعر. الوصفة الثالثة الزيت بالنسبة للبنات معلقة كبيرة ديال حبة راس فيها كاس د العنبة ديال الزيت. هانتوما معلقة كبيرة ديال حبة راس فيها كاس ديال العنبة ومعلقة كبيرة ديال شو سميتها زريعة البصلة فيها كاس العنبة ويلا بغيتو دوبلو الوصفة. المهم معلقة في كاس ديال العنبة حتى هادي حتى زريعة ديال البصلة نفس الطريقة مع حبة راس حتى كتبدا تغلى هانتوما كتشوفو تطلق الكشكوشة ديالها.
دابا فاش غلى مزيان غنضرب عليه وغادي نحتفظوا به في قريعه، محيتاش غلى غير 3 ايام ونبداو نشقوا به شعرنا. البنات الزيوت ديالي ها هما وجدوا عندي، زيت حبت راس، زيت القرنفل، وزيت زريعه ديال البصله. بالنسبه لحبه راس معلقه كبيره في كاس ديال العنبه هي، وزريعه البصله. زريعه البصله وحبه راس البنات اللي صابغين شعرهم ولا اللي عوالين يصبغوا شعرهم ما يديروش هاد الزيوت، ومن الاحسن تبداو تخلطوهم بحال دابا معلقه من هذا، معلقه من هذا، معلقه من هذا، معلقه من زيت السنجلان، معلقه من زيت الكوكو، معلقه من زيت اللوز الحلو. باقيين عندي واحد ثلاثه ديال الوصفات واحد اخرين، انا كنستعمل هادو، هاد ثلاثه وثلاثه واحد اخرين، باقا غادي نوريهم لكم ان شاء الله. وخص المداومه البنات، خص المداومه، ضروري من المداومه. اذا ما داومتوش راه واخا ما عرفتي شنو يديروا، راه ما هادش طوال، خصكم تداوموا على هذا الشيء على الاقل 3 شهور، جوج مرات في السيمانه وغادي تلقاو نتيجه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وجربوه، راه صراحه الله هادو غزلان، انا كنوعد سلاولي صوبتهم باش تشوفوهم، وني التالي لي انا، وفي الصحه والراحه.